مش مصدق نفسي. اخواتي النهارده درع اليوتيوب وبله اتفاجئت بالدرع. طبعا كنت نايم وفاصل خالص، ففجاه لقيت التليفون بتاعي برن. ما كنت فاصل خالص، فالمهم قالوا مين معايا، لقيته بيقول لي مندوب شركه مش عارف ايه. المهم يعني الدرع اليوتيوب جاي لك في الطريق. بقتش مصدق ده، طبعا الشركه نفسها قال لي في مندوب تاني هيتصل بيك دلوقتي. قمت من الخضه، جريت غسلت وشي عشان افوق كده واصحصح معاكم، فوقعدت بقى استنى المكالمه الثانيه. بعدها بشويه كده صغيرين لقيت التليفون بيرن. الو استاذ عاصم هنيدي؟ قلت له ايوه تمام. قال لي درع اليوتيوب جاي لك في الطريق، مكان حضرتك العنوان اللي انت بعته لنا. قلت لهم اه. ما بقتش عارف انا بعمل ايه، بقيت اجري في الدنيا كلها. جريت لبست الكوتشي بتاعي وظبطت نفسي ولبست الجاكيت بتاعي الجميل، وهوب بقى على ايه؟ قبل المندوب. نزلت اخدت الشمندوره وطلعت على طول على المندوب، قابله بقى في المكان العنوان اللي انا كنت كاتبه عندي، وقابلته واستلمت واستلمت الدرع. شمندر ايه رايك يا شمندر؟ جبنا الدرع. صدق. من كتر فرحتي رحت لناس اصحابي، قعدت اقول لهم استلمت الدرع، وقلت لهم ايه رايكم بقى في المفاجاه. ايوه الدرع الدرع. طب افتح بقى طيب ولا في البيت ولا ايه؟ لا يا ابو هيتفتح دلوقتي. اه امسك الصور دي بقى من غير ايه؟ ما نفتحه فاهم؟ يعني انا مش عايز اي حاجه كده. هنجيب بالليل بقى فاهم؟ بالليل. بالليل؟ اه. شقا وعذاب ونقعد نقعد من الساعات. انت عارف طلعت عيني. طلعت عيني. وخلاص دلوقتي وصلت البيت بالدرع اللي وحشني بقاله كتير قوي وبتمناه بقاله كتير، وطالع هوريه لحازم اخويا. وحازم اخويا دلوقتي كلمتهم وما يعرفش ان انا استلمت الدرع، ويا ترى هيتفاجئ ولا هيعمل ايه ولا هيحصل ايه؟ هنخش ونشوف مع بعض. ثانيه واحده افتح الباب ويا ترى ايه الموقف بقى. حازم انت عارف ايه ده؟ ده الدرع. اه اه القص بس بس ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا عبيط؟ ولا هيقع منك ايه ده؟ ايه رايك؟ والله والله العظيم هو ده، مش مصدق ليه؟ احلى فرحه ده ولا ايه؟ رايك بس انت عبيط يا لا؟ طب هنستنى بس اسمع، خد تعالى هنا. ايه ده؟ شوف اتفرج عليه الاول، انت انت حاطنه ليه كده؟ شوف مكتوب عليه ايه؟ يوتيوب اهو. يوتيوب جميل. طب هات عشان افتحه. هات لا انا اللي هفتح. لا هات بس عشان افتح. طب استنى طب استنى عشان حد يصورني. طبعا دلوقتي هنفتح درع اليوتيوب، اللحظه اللي انا بستناها بقالي كتير، اللحظه اللي انا ما كنتش متوقع ومتخيل ان انا النهارده انا اللي هفتح درع. النهارده انا مش متصور ان انا النهارده اللي انا هفتح درع اليوتيوب. انتوا بتعملوا انا لحد دلوقتي مش متخيل. لو انت حط نفسك مكاني كمشاهد طول عمرك، يعني انت زي دلوقتي انت اللي بتتفرج عليا وانت بتفتح درع اليوتيوب. انت في يوم ان شاء الله هتحقق حلمك وهتوصل لدرع اليوتيوب. عايز تفتح؟ طب براحتك يا حازم. بسم الله الرحمن الرحيم. سموا الله اخواتي. بالراحه بالراحه يا حازم. وانت بتفتح انا حاسس ان قلبي بيتخطف. افتح. ودي اللحظه اللي انا بستناها. كان يا نهار ابيض. شايفين؟ شايفين هو لسه في الكرتونه لسه ما طلعش. مش مصدق مش مصدق. مش عارف اقول ايه. اليوتيوبر عاصم هنيدي جاي لي مكتوب عليه اليوتيوبر عاصم هنيدي فولورز 100,000 يا يوتيوب. يلا عايز نفسي اطلعه مش عارف. يا نهار ابيض يا نهار ابيض على الجمال وعلى الحلاوه. وهنطلع الكيسه بتاعته. طبعا جايبين معاه بقى ايه؟ الماده الحافظه بتاعته. بس عادي خلاص، ما كنتش فيها فلوس دي ولا اي حاجه يا جدعان. يا نهار 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 يا نهار. الله. مرايه. عادش انتوا شايفين مرايه؟ مرايه انا شايف نفسي فيه. ايه ده؟ يا نهار يا نهار اهو. يعني انا مش مصدق. مكتوب عليه بقى ايه؟ اليوتيوبر عاصم هنيدي. اليوتيوبر عاصم هنيدي. اللحظه اللي انا كنت بتمناها. وايه بقى؟ وهنا ايه؟ عامل لك الخرمين بتوعه جاهزين، بحيث اللي انت تعلقه على الحيطه تعلقه مكان زي نظام برواز. وما كنتش مصدق اللي هو فض اصلي، وهو يعني انا هوديه اصلا لحد معين يعني بيفهم فيهم قوي. هو طلع يعني هو شكله كفض اصلي، وحاجه مش مصدقها لحد دلوقتي. خلاص استلمت درع اليوتيوب. انا كعاصم جالي درع اليوتيوب ومكتوب عليه عاصم هنيدي درع اليوتيوب. فالحمد لله اللي احنا وصلنا ليه لحد ده. وبقول لاي حد في الدنيا اجري ورا حلمك
واسعى هتوصل للي وصلت له. طبعا انا ما كانش عندي ولا متابع ولا كنت شغال في المجال ده، والنهارده بقى عندي درع اليوتيوب، وطبعا وصل لي بعد ما بقى عندي 200,000 متابع، بس الحمد لله وصل. يعني انا درع ال 100,000 النهارده بقى عندي 200، وهاخد الدرع دلوقتي وهروح عند بولا اصور معاها بالدرع ويعني مش عارف. خش خش يا ابراهيم عشان يجيب الباب. خش. طبعا عاملين مفاجاه لبولا، وصلت البيت الجديد خلاص، واخد الدرع معايا وطلع لها. تعالى يا ابراهيم. يا ترى بقى هتعرف الدرع ولا مش هتعرفه؟ هتفهم هي اللي وصلتك بالكلام ده ولا لا؟ خلاص داخل لها دلوقتي، هطلعها تلعب شويه، هطلع الدرع وهناخد صوره حلوين، ويعني مش عارف. تعالى ايه بقول. اه شوف يا ابراهيم، اه بقول انا هو يا بطه، انا اهو اهو ايه بطوطه بولا. ايه شايفه معايا؟ ايه شايفه معايا؟ ايه بولا تعالى تعالى يا بطه، تعالى اطلع فوق، اطلع اطلع تعالى. ايه يا بطه يا حبيبة قلبي؟ انا اهو. ايه يا بط يا حبيبتي؟ جايب لك الدرع، يلا عم نخرجها ونشوف هتعمل ايه وايه رد فعلها لما هتشوف الدرع. هتتفاجئ زي ما انا اتفاجئت ولا هو حيوان اخرس عادي؟ ايه شوف ابراهيم بيبصني ازاي. ابراهيم شوف يا حبيبتي، يا بولا يا بولا يا بولا يا بولا يا كمل، جايب لك الدرع اهو الدرع. استنى ما تخرجها. طبعا كسرت الباب برضك بس من فوق، من تحت خلاص. تعال تعال يا بط، تعال تعال بولا، تعال ما تخافيش. ايه بطة حبيبتي وحشتني يا بولا. ايه انت عارف ايه اللي معايا ده؟ هي إيه حاسه بيا اخواتي، حاسه ان انا معايا الدرع. تعالى بقى عشان الشمس، حاسه ان انا معايا الدرع. طبعا هنفتحه دلوقتي، هنفتحه دلوقتي وهنطلع الدرع. خلاص قرب معايا ابراهيم واحنا بنطلع الدرع كده. شوف اخواتي بقى الدرع اهو. طولي بالك يا بولا، طولي بالك اهو 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 اهو. شوف يا بولا، شوف يا بولا، انت السبب في اللي احنا فيه دلوقتي اهو يا بولا. بولتي شايفه؟ انت السبب في ده بولا، انت السبب في الدرع ده. والله انت اللي خلتيني ابص نوصل للدرجه دي ومش مصدق نفسي. حبيبتي يا بولا، ايه رايك في الدرع؟ عايزين ناخد صوره حلوه بقى ابراهيم والنبي مع بولت قلبي. انت السبب والله العظيم في الدرع ده، يعني انت وحب الناس لينا، انت يا بولا السبب وحب الناس اللي بتدعمنا. والله تعالى يا بولا، تعالى تعالى نازل لك اهو يا حاج. ايه صورنا بقى ابراهيم، حاول ايه تجيب صوره كده حلوه. لو بقول لك بص يا بولا، يلا بص لابراهيم واضحكي، بص لابراهيم واضحكي، بص لابراهيم واضحكي، بص لابراهيم واضحكي، بص لابراهيم. اهو بص يا ابراهيم مع البحر هنا بقى، هتبقى صوره جامده. تعالى يا ابراهيم، تعالى بولا بولا، بص هنا بقى معانا كده، تعالى هنا كده هنقعد هنا فاهم، هقعد هنا كده عايز اقعد، واجيب الكلبه مثلا جنب هنا واحط الدرع هنا وتاخد الصوره. ايه رايك في المنظر عندك؟ لا جميل جميل. ايه رايك يا مشاهد في المنظر ده؟ استنى الصوره اللي هتنزل دلوقتي. بحبكم، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك عشان تشوفوا كل جديد، واهم حاجه ما تنساش تبارك لي بالدرع لان انا فرحان قوي قوي قوي. باي.